وبركاته أحبائي طلاب الصف الثاني الثانوي بثانوية الإمام الشافعي، معا في لقاء اليوم بعنوان سرعة الصوت. ماذا نعرف عن السرعة؟ السرعة المسافة المقطوعة في الثانية الواحدة. وحدة قياس السرعة متر كل ثانية. بعد ما درسنا تردد الصوت وطول موجة الصوت ندرس اليوم سرعة الصوت. يبقى إذا سرعة الصوت هي المسافة التي يقطعها الصوت في الثانية الواحدة. سرعة الصوت في الهواء تعتمد على درجة حرارة الهواء. مثال: سرعة الصوت عند 20 درجة سيليزيوس تساوي 334 متر كل ثانية. طب ماذا يحدث إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء؟ تزداد أم تقل سرعة الصوت؟ تزداد سرعة الصوت. علل، لأن سرعة الصوت تزداد بمقدار 0.6 متر كل ثانية لكل ارتفاع في درجة حرارة الوسط وهو الهواء هنا بمقدار 1 درجة سيليزيوس. طب الصوت موجة ميكانيكية ينتقل في الأوساط المادية بحالاتها الثلاث: صلبة وسائلة وغازية. أجد أن سرعة الصوت في الجوامد أكبر منها في السوائل، وسرعة الصوت في السوائل أكبر منها في الغازات. تعين سرعة الصوت بدلالة الطول الموجي والتردد لموجة الصوت، حيث في سرعة الصوت بالمتر كل ثانية تساوي لامدا الطول موجة الصوت بالمتر ضرب F اللي هو تردد الصوت بالهرتز. يبقى V يساوي لامدا ضرب F. موجات الصوت لها نفس خصائص الموجات من انعكاس وانكسار وحدود وتداخل. فعندما ينعكس الصوت على جدار غرفة يرتد إلى نفس جهة سقوطه. إذا كانت المسافة بين مصدر الصوت والسطح العاكس 17 متر أو تزيد تحدث ظاهرة صدى الصوت. فصدى الصوت موجات الصوت المنعكسة عند وصولها إلى مصدره. في الأماكن المتسعة بنسمع الصوت يتكرر مرة ثانية، هذا هو صدى الصوت. منشأ صدى الصوت هو انعكاس موجات الصوت. فموجات الصوت المنعكسة عند وصولها إلى مصدره هذا ما يعرف بصدى الصوت. يستخدم صدى الصوت في تعيين المسافة بين مصدر الصوت والسطح العاكس. الخفافيش تستخدم صدى الصوت بأنها ترسل موجات فوق صوتية في جميع الجهات. عندما تنعكس تستقبلها فتعين بعد واتجاه الحواجز عنها، لأن الخفافيش لا تبصر. كذلك الدولفين، كذلك استخدمها الإنسان في بعض الكاميرات وفي أجهزة الرادار، كذلك في تصميم السفن اللي بتجوب أعماق البحار اللي بتجوب أعالي البحار، حيث يستخدم في تلك السفن جهاز يسمى السونار. بيرسل موجات فوق صوتية في اتجاه قاع البحر، بيستقبلها بعد انعكاسها فبيحدد بعد القاع أي عمق تلك المنطقة. طب ماذا يحدث عندما تتداخل موجتان صوتيتان؟ ينشأ عن ذلك بقع ميتة، أي بقع تنعدم عندها شدة الصوت تقريبا، ومناطق أخرى بتقوى عندها شدة الصوت نتيجة تداخل هدام وتداخل بناء. إلى لقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا، والسلام عليكم.